كان لكم الاطلال اليوم عنا. واو 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 واو، ليكم هون شوفي، ليكم هون شوفي، ليكم هون شوفي، هي نفس المحل يعني. اوكي، مثل ما بتعرفوا انه من كم يوم رحنا على اسبانيا على برشلونه وصورنا لكم هني يعني افشل تور بنعمله بحياتنا ببرشلونه، وبعدها طلعنا على اكبر باخره بالعالم تقريبا. فاليوم هي الباخره وقفت هون بمالوركا باسبانيا، واليوم قررنا ننزل نعمل لكم جوله هون، بس ان شاء الله الجوله تكون حلوه. المفروض تكون حلوه، قولولي ليش، قولولي ليش، يعني اكتبوا ليش 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 ليش. اوكي، لان هالمره في معنا جايد، مو لحالنا رايحين هي الجوله، فالمفروض تكون كتير حلوه، وشكلها هي مالوركا حلوه، اول مره منزورها، فليتس جو. ما شاء الله الغرفه، شو هاد، شو مين هذا اكل؟ تاخرنا، عم نركض. هلو هلو، كيفكم؟ يلا العالم ناطرين. ليش لابس ازرق مثلي؟ لا انت لابسه مثلي، على فكره انا لبست قبلك. انا لابس احلى شيء. طبعا ليكو اليوم السفينة فاضية لأنه الكل نازل تور بمالوركا، يعني راحت علينا الرحلة أو قصة؟ يعني لازم يكون في شي راح علينا من ورا تعبي، لازم. طبعا يا جماعة كل شي عم تشوفوه هون مثل ما بتعرفوا هي السفينة، اسمها طلعنا برا السفينة، هلا طالعين. يلا على المسرح، على المسرح. في عندك ما تأخرنا، في عندك غنية نمبر 1 ترت نمبر 1. ليش هي ما حدا يسالنا؟ ما بعرف. واخيرا اجى دورنا، اجى دورنا. لا لا لا، فضل المسرح ليك، ما ضل حدا. صرنا برا السفينه، ليكم ليكم. بعتقد غرفتنا ايه هي هي. ايه واضح، اكيد بتعتقدي. اكيد انا ما اعرفوا شو الموضوع. ليكو هدول قوارب الانقاذ، الله لا يحيجنا لإلهم. امين. ليكو في شخص برا صورنا صوره قدام السفينه. اوكي، احترافيه طلعت. قلنا لفوا على السفينة ونص الأرض وربع سفينة. طالعين تور بهيدا الباص. أوكي مشو. يلا جوجي أنت القائد، تعلم أنت مانك قائدة. مين في ورا؟ ليكو 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 ليكو. شو رأيك رحلة بالمدرسة؟ أنت قاعد لي آخر مقعد. هذا مقعد الكول كيدز. هلا منغنش دوس دوس يا شوفير. عندي 99 يعني شخصين من عمار. أنا حجزت الباقي كله لإلنا. ما حبيبي I love you. عنجد على 199 لا تخاف من البوليس. نحن إسا على المرفأ، يعني نحن ما صرنا بمالوركا ولا نحن مالوركا ولا نحن وين. لا نحن هلا طلعنا على مالوركا. أوكي نحن صرنا هلا هون، يعني هي أصلا جزيرة. لا لا لا، ننزل بعد شوي. حبيبي بتنكتب بالال اوكي، بس تنلفظ مايوركا، وانت عم تعاندنا مالوركا ومالوركا. من اول ما بتبلش لكم الفيديو بدي اقول لكم مايوركا، لان بعرف مايوركا. هو بيقول لي لا، قولي لهم مالوركا، قولي لهم مالوركا. بهدلنا قدامه. هي مايوركا مال مالوركا. هو المشكله انه بتنكتب غير ما بتنلفظ. شو بعمل انا اسم مايوركا؟ انا دائما بعرف انه هون يعني هيك. انت مثلا اسمك تالين، المفروض نقول تايين. تالين تايين تايين. اجا الملاك، اجا سائق ضائع. تايو وور. شو بدك تضلي زاوره؟ روح روح. ما لك عم تتشكرني واحمل كل الليلة. جاي تبعنا بنت ما طبيعي. عم تتشكرني. ماشي معها هيك و... روح روح. حس حالي انا جايد يعني. لا ومسكته هي شوي، بليز هيلبني. لك عمرها 80 سنه، الله وكيلك الله وكيلك. طيب اوكي، هلا نحن رايحين لهنيك بدنا ناخذ صور، وبعدين تعالين مخططنا على تور جديده. بدي اتركهم، بدي اترك هيدي الجايد. فكرت رح نكب حالنا. يا جماعه هي القلعه تبع مايوركا. مايوركا لك حل عني. هيدا القصر محل ما يعني قال ملك اسبانيا بيعيش. اوكي ايه، وقال كمان هون احتلوا العرب مدري كم سنة. 300 سنة. لهيك بتشوفي كتير في طراز عربي على فكرة. مو بس هيك، لهيك فيها حياة حلوة. يا عين والله، يا عين يا فيها هيك جو حلو، ناس هيك عارفة. ما بتسكر الساعة 7 عن جد. العالم عايشة هون. عن جد العرب الوحيدين اللي بيعرفوا يعيشوا بالحياة. ما انه الشمس قاتلة، شفنا بياع بياع طواقي على الأرض. كسكيتات كسكيتات، جيب وحدة لتاني فري. بروح صف جنبه على الأرض تحديدا، يعني إذا بتحبوا نشتري.
والله حلوة على فكرة، يعني بتشوف اشياء اللي زمان ما شفت باوروبا، شيء اسمه هيك انه حدا عم يبيع شيء على الارض، ما في هيك مناظر عنا، انا كثير بحبها بس. اوه بوس كمان. لا انا بدي البيضة. بيضة احلى ولا هي احلى؟ والله عجبتني انا، شو رايك فيها؟ نحن عم نفاصل، عم نجرب، بده يعطينا ب 10 يورو الوحدة، عم بيقول له لا 15 لثلاثة. سكر 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 سكر. شو بتعطيها؟ اجا البوليس. هروب جوجي هروب. هروب طبعا بيسترزق الزلمه. هلا عم بقول قديش حلوه البلد انه بيخلوهم يشتغلوا هيك. هدول ممنوع يشتغلوا هدول. ايه بس ما بتصير حرام. ما شايفه كلها براندات على الارض، براندات مشلحه على الارض. بوليس بوليس ليكو البوليس. ليكو البوليس ليكو. على البسكليت بياخذونا انه نحن كنا عم نشتري. تعال قول لهم انه انت مع هدول بلكي بياخذونا. انا في حريه يا جماعه يا شباب. يا جماعه انا مع اي حدا بيحب يسترزق. حبيبتي اذا بيفتحوا المجال بتعرفي هالدنيا كلها تبقى في محل تمشي. حبيبي اللي قادر يفتح محل ما بيفتح بسطه. اوكي يا يو يو تايين يو يو تايين تايين يوي. جينا ناكل شيء هون او نشرب شيء ما بعرف، او ناكل بوزه. يعني جينا على المحل على اساس ناخذ بوزه ونمشي. ليكو الاخوات قعدوا وظبطوا امورهم. ليكو الجروب صارت هنيك بهيدا القصر اللي ورانا ونحن هلا هون. والقرار طبعا كان قراري انا، واهلي طبعا انا الليدر تبع اهلي، فالكل لحقني. يعني توتي طلبت مي. يلا نبلشت. انا عصير. انا جوجي عصير. انا هيلثي. انت هيلثي لشبه العصير. هذا مي الصبح الواحد بيشرب كاس مي. ايه بعدين بياكل. ايه بيشرب كاس عصير وبياكل، صح ولا لا؟ صح. هذا فريش 100%. لك تعالين جوعانه شيء؟ ما جوعانه. بس انا بعرفك ما بتاكل بدوني. اه لهيك يعني من شوي كان على اساس انت ما جوعانه وما تطلبوا بيتزا وحاجه مي وهيلثي ومدري شو. ما بقى ما عم لحق لك انا. انا كل يوم الصبح بشرب هاد لها. كل يوم الصبح. يا بابا شو عم تعمل هون؟ طيب انت جاي لهون قبل بمره؟ لا حبيبي بدي برجيك انا. لا هذا بابا. ليك وليك بابا بدي وين؟ هذا انا ولا عن جد؟ ايه عن جد بيخلق من الشبه 40 ما شاء الله. ليه جاب ما عم لاقي ما... اوه هي ام له هي وبس والباقي خس. هذا انا ليكني ليكو. هذا انا. اوكي هلا جوز قرر هو يعمل يرسم لحاله بعدين انا ولؤي. شكون واثق رح يطلعك مثل هذاك الجوز؟ انتبهتي الفنان وقت قلتي له انه بدنا نرسم، يعني بده يرسمني؟ ايه كثير صفن فيني، يعني في لانه عندي تفاصيل بتجنن. عندك تفاصيل؟ انت مو جنه؟ بالمره على الاخر. مع نظارات بس بلا طاقيه. اوكي أكد خمس دقايق. ما بعرف أنا شقلها. هلأ صار له 10 دقايق بالعيون بس. يا ولو هلأ بلش أسأل. ليك ليك عيون خاروف. عيون ملاك. شو اسمه؟ ملاك. لو بزير تتحرك أنت ولا حركة، خليك قاعد محلك. قرق 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 قرق. مالوركا 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 مايوركا. مايوركا هلا صرت صح. بدي ادعس لك على مدريدك. ما راح اورجيكم النتيجه اذا ما خلصت، بس مو معقول قد كوميديه وقد بتشبهوا، يعني بتشبهوا بالشكل العام. يعني تخيل انت كيف راح تطلع هلا. انا ما راح يقدر يعمل مني صوره كاريكاتيريه على فكره، لانه انت كاريكاتير اصلا مو طبيعي. شوفها يلا واحد اثنين دي دي 1 2 3 تعال. لا لا والله نفسك انت يعني ما في طيعه بس شو انت متخيله لاشكالنا انا وبابا؟ طيب يا الجمال عن جد كثير كيوت طالع والله. بعرف انه انا طول عمري كيوت حلو كول كله. ليه ليه واضح قديش عن جد واو ان شاء الله بيطلعك ابشع مني بكثير. خلينا ناخذ قعده هيك رومانسيه. شايفين جمال واحد رومانسي وواحدة مجنونة؟ أنا قاعد آخذ راحتي بقدر أحكي قد ما بدي، وأنتوا لازم تقعدوا هيك. عم بيصور عم بيرسم مبدئياً عيونك الحلوين. عم تتمسخر. أوكي هلأ هون عنا ماما كثير بشبهك بس مبين شاب أكثر من بنت. لإلكم شغلة. شو؟ ماما حواش بهيك قدون بالصورة هيك قدون. بدي أقتله. أوكي هلأ خلصنا لماما وهلأ عم ببلش ببابا. اوكي شوفوا هلا بابا هلا انا عامله عيونه وانفه وحواجبه طالع ملاك. ملاك نازل من السماء على الارض. لا انت جاي من البحر الملاك.
بابا طالع كثير حلو. على فكره اللي عم يرسمني هو عم يضحك كمان. هي ماما وبابا سوا. خلصنا. 1 2 3 او ماي جاد. كيف؟ لك حتى انت وكوميدي حلو. شفتي؟ لك شفتي؟ يا كثير حلوه. انا كثير حلوه. بس انت كثير حلو طبعا. عم بقول لك بابا احلى منك. يا دب طبعا رايحين نلحق بالجروب تبعنا لانه مش لا ما بس ما يتركونا ويمشوا لانه هن يتركونا ويمشوا يعني بس انه بس ما يتركونا بالباص ويمشوا نحن ما نعرف شو بدنا نعمل. السفينه وين صافه ما بنعرف. لك نحن خرجنا جروب وجايد ومدري مين نحن ماكسيموم اخرنا اسبانيا كلها نحن عم نركض مو طبيعي. اللي بيشوفنا كيف تعبانين عم نعمل بتقول قضيناها ماشي معهم قضيناها على القاعد انه مو طبيعي يطلعوا جبال وعملوا مدري شو ونحن قاعدين عم نرسم. فكرة في هون كثير اشياء بلفت لكم نظركم انه بتشبه العربي اسمائها. والله ما بعرف يعني عم بحكي للقايد اسماء تشبهنا هيك ما حفظنا ولا اسم سوى قريبة من العرب. ايه فيها خاء وهيك فانتوا أيوة. نحن ما متعودين باوروبا انه نسمع هاي الاسماء عرفتوا بالاماكن فهون في هيك اشياء كثير يعني طبعا ليش؟ لانه العرب مثل ما قلنا يعني 300 سنة كانوا هون مستلمين هالمنطقة كلياتها. اوكي نزلنا هلا هون قدام هاي القلعة ما بعرف شو قالوا شي حدا كان مسجون فيها مدري كان بيحكمها هاي ابو الجوج هاي باخرتنا هنيك ليك وينا عزمكم على اطلالة بتاخو العقل ما رح دفعكم ولا فرنك لقدام على اليمين احسابي احسابي جوجي ما بتدفع ولا فرنك اوكي هلا عم نمشي مع التور تبعنا يعني مع الجايد لا شو ما انا هن جايين يعني على طريقنا هيك اوكي هلا رح فرجيكم جزيرة مايوركا بس من فوق اوكي 1 2 3 تارا شو هون طبعا هي القلعه اللي هون طبعا اكيد ما بنعرف شو اسمها بس انه كوارا بيتيا باتو ليك وهيدا الشيء حدا كان عايش فيه وحدا انسجن فيه بس هيدا اللي بعرفه وانا كمان اكثر منك ما بعرف بزتو قال صاحب القلعه عجز لازم نطلع لعنده لفوق بيشربنا فنجان قهوه هيك هيك وعد ليك شوف يا بتقلها تحل عنا لك ليش عم تصورنا المخلوق عم تخدمنا يلا يلا جينا لهون عم لحقتنا بتكون صوركم صورة يلا 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 ماما عم تحكي عن وحدة ختيارة عمرها شي 70 سنة عجبك صحيح وانا ما عم طيب بقول عن امك مجنونة عجبك سألته للؤي ماما انت من وين من وين شوية هون وصلنا هون على القلعة جوج اكتشف شغلي من باب مفتوح فالله يسلم ما انا مفتوح جوجي اوكي انا بدي اعيش هون مثل قلعه حلب هي والله ذكرتيني باي باي مايوركا باي باي سي يو ليتر باي 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 ثم لحالنا جينا رايحين الله مش معي اوكي هلا المفروض صارت الساعه 1 طبعا نحن قلنا من الساعه 8:30 بهيدا التور العظيم يلي شفتوه تمام وهلا المفروض نرجع على السفينه ليش لانه الساعه 3:30 تمشي الكروز فالمفروض نكون قبل هلا اوريد التور خلص صراحه يعني مايوركا حلوه كثير كل شيء حسيت ببرشلونه حلو وفيه سياحه كثير فيه يعني سكان من كل بقاع الارض الواحد بيته غير هيك عم جد يوصل على البيت سلامة الله يسلمك يا رب جانا على بيتنا الحمد لله كورجينا بس تدق لك طيبة هي نص كاسة بابا تكريتها صحة وهنا يا يا الله يا الله مو هون نحن لك تعا هون دقيت على العالم رح دقيت على العالم دقيت على العالم فكرت هذيك غرفتنا والله طططططططططط على الغرفة اللي قبلنا على 80 طبعا هلا رح نقول باي للجزيرة شوي تاني رح تمشي السفينة تمام عرفنا شو اسمها اسمها مايوركا انت ولا حرف انت ليك والاخر عم جهز حاله لبس مايوركا شو اسمها دقيقة بس اتذكر مايورتا
شايفين اعلى اعلى الجبل اللي من شوي كنا هنيك؟ ذكرت مايوركا. مايوركا مايوركا. هلا على فكره مثل ما قلنا انه هي الجزيره اسمها مايوركا بس بتنكتب مالوركا، فهيدا الشيء الغلط اللي صار يعني بيننا وبين ابو الجوج. بس ليكو بالمدرسه كم ولد عندي رايحين على هون عند مايوركا كلهم بيقولوا مالوركا، لهيك قلت اكيد مايوركا. ايه هو في ناس على فكره بيقولوا مالوركا وفي ناس بيقولوا مايوركا. فخلصنا صار وقت نفوت ننام وندفش الهم لقدام. ما رح نقدر ننام لانه عندنا 100 موعد هلا لازم نخلصها. وبعدين رايحين العاب مائيه هون جيراننا لك. واو كل شوي مثلا بنكون هيك قاعدين هون بنطلع لنا هاي هاي كثير طيبين حبيبي كم تو مايوركا. اوكي يا جماعه هلا من قدام هي الجزيره ومن قدام يعني من فوق هي الميات زقفولي. رح نلكم فيديو اليوم خلص جولتنا لليوم خلصت. بس ما تقولوا يعني اليوم الجولة تمام صحيح رائع. تركنا الجروب كله ورحنا لحالنا بس انه منيح احلى من تعيد برشلونة. بس ايه استا برشلونة رح نرجع نروح على برشلونة اذا الله راد كمان بهي الكروز تمام بالسفينة رح نروح على برشلونة. وي لاف يو كتير طبعا. باي 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 باي. من عمر سنيني بعطيكي جمالك انا ادمنت.